ذكرت مجلة فوربس الأمريكية أن الرسالة الجوهرية التي يمكن أن تنتج عن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ ستوصي بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتجنب الكوارث المناخية خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المجلة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني في عددها الأخير أن رسالة قمة المناخ من مصر عالية وشديدة الوضوح لتغيير المسار وتجنب كارثة مناخية، وهي توصي بضرورة أن تعمل الحكومات والمؤسسات المالية والشركات على زيادة التعاون فيما بينهما على جميع المستويات. وتابعت أن إحدى طرق إشراك القطاع الخاص في هذا الملف تتمثل في خفض أرصدة الكربون التي تسمح للشركات بإصدار الغازات الدفيئة لحد معين وتعزيز أنظمة الائتمانات التجارية التي يتم من خلالها تحفيز الشركات الخاصة بشكل مضاعف لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري. فيجب أولا أن ينفقوا أموالا على أرصدة إضافية إذا تجاوزت انبعاثاتهم الحد الأقصى، وثانيا أن يستطيعوا كسب المال عن طريق تقليل انبعاثاتهم وبيع مخصصاتهم الزائدة.